وسهلا بحضراتكم. على مدى هذا الأسبوع كان في كلام كتير جدا عن اجتماعات جنيف. إيه اجتماعات جنيف؟ الاجتماعات دي الاجتماعات الدورية الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهذه اجتماعات دورية بيتم فيها مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في كل الدول. ما تم التركيز عليه في الإعلام المصري هي أن هناك معركة تتعرض لها مصر أو تقوم بها مصر الآن لتوضيح حقيقة ما يحدث في مصر في مقابل مواجهة إخوانية عنيفة تحاول تشويه الصورة لدى المجتمع الدولي، لكن الحقيقة هناك تفاصيل كثيرة تتعلق بهذه المسألة. معانا النهاردة في لقاء خاص لكلام تاني معالي السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وأيضا أحد أعضاء وفد مصر الذي شارك في اجتماعات جنيف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك يا باشا. أنا عايزة نبدأ بداية مختلفة شوية كنا بتكلم أنا وحضرتك فيها قبل ما نبدأ اللقاء. الناس متصورة أن اجتماعات جنيف دي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو المجلس اللي قاعد يتابع قضايا الحريات في مصر ومين اللي بيقول رأيه ومين اللي بيعبر عن رأيه ومين اللي ما بيعبرش، دون أن تكون هناك رؤية حقيقية لطبيعة ما يدور في هذه الاجتماعات. أنا حابة أن حضرتك بحكم خبرة حضرتك في الأمم المتحدة توضح لنا هذه المسألة. هي في غلط في ذهن الناس ان دي كان نوع من المحاكمه لمصر. ده كلام مش مظبوط. زي ما حضرتك تفضلتي هو تقرير دوري لاي دوله مش لمصر بس. صحيح. انضمت الى عدد من الاتفاقيات الدوليه المجلس حقوق الانسان بيراجعها. بيراجع مدى التزام الدولة بما صدقت عليه، وده بكل 4 سنوات. آخر مرة كنا 2010. فبيتناولوا كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. بيبدأ رئيس الوفد بأنه يدي صورة عامة، وكل حد من أعضاء الوفد بيقول جزئية معينة هو مسؤول عنها طبقا للأسئلة اللي جاية. يعني لما لقوا انه عدد الأسئلة وكل اللي اتكلموا على المرأة، فالوزير إبراهيم الدميري قال لي فضلك ردي. رئيس المجلس القومي للمرأة. فكنت جاوبتي على كل الأسئلة. كان في نصيب الأسد في الأسئلة. لأن فعلا ما فيش حد يتكلم إلا ما تناول قضية المرأة والعنف والطفل والأسرة. يعني هي القضية مش ان هما جايبيننا عشان يسألونا على الحقوق والحريات والتظاهر والعنف والحبس الاحتياطي، يعني هذا جانب من الصورة وليس كل الصورة. هو للأسف ان الإعلام الغربي وإعلامنا أيضا ركزوا على 3-4-5 موضوعات، منها التظاهر وقانون الجمعيات وحرية الرأي والتعذيب والسجون والحبس الاحتياطي وأحكام القضاء والإعدام، ونسيوا الباقي. احنا كنا بنتناقش انا وحضرتك هذه الاجتماعات اسفرت عن 314 توصية من مجلس حقوق الإنسان العالمي لمصر. عايزة حضرتك نقسمهم، لأن التقسيمة اللي حضرتك تفضلتي بيها معايا في النقاش قبل الهواء مهمة جدا. ال 314 ملحوظة أو توصية، جانب كبير منهم بيتعلق بحقوق المرأة والطفل. ده مظبوط. 66 توصية عن المرأة مباشرة، و 45 أخرى عن المرأة غير مباشر، وأكثر من 15 توصية للطفل. واخد بالك؟ يعني بنتكلم عن أكثر من ثلث التوصيات. للأسف ما ركزناش. حتى الإعلام المصري لما اتكلم على 4-5 موضوعات اللي احنا قلنا عليهم، ده التعبير والتظاهر والجمعيات الأهلية والجمعيات الأهلية، لكن ما تكلموش على القضايا التانية دي.
انا بقول انه احنا ممكن نوضح هنا نقطه مع السفيره، لان الحقيقه احنا عندنا يعني حاله كده في الراي العام وفي الاعلام بما فيها، وانا بعترف بنبقى سطحيين شويه ما بنبصش لعمق الامور. يعني نعم. المجلس حقوق الانسان العالمي ده مش جايبنا عشان يعني بيعذبنا او يتربص بينا، ده هو بيدرس حاله حقوق الانسان في مصر كلها، والدليل مثلا ان هو مهتم بحقوق المراه بحقوق الطفل، وهذه مساله في غايه الاهميه. يعني ليس كل ما ياتي من الخارج وفقا لنظريه المؤامره هو حاجه وحشه. لا مظبوط الكلام، يعني هو مش متربصين بينا، ما هياش محاكمة، ما مش احنا لوحدنا، كان قبلنا العراق وبعدنا كذا دولة أخرى ومنهم دول غربية، نفس القصة، نفس الإجراءات والتصرف. يعني هو رئيس الجلسة بيدي دقيقة واحدة لكل دولة ويروح ضارب الجرس ويوقف ويقطع الميكروفون لكل دولة تقول تعقيب أو توصية سواء إيجابي أو سلبي على الدولة اللي بيبحثوا تقريرها لمدة دقيقة، عشان يقدر يدي 125 دولة الفرصة يعني. فالتوصية دي اللي في دقيقة بتقول في الغالب العام كان في شكر وتقدير لدستور مصر الحمد لله بما فيهم أمريكا وإسرائيل اللي أشادوا بالدستور. بالدستور وأنه دستور التزم بالحريات وأكد على الحريات العامة والخاصة وحرية الرأي وحقوق الأقليات وحقوق الأفراد المعاقين وكذا وكذا وكذا. الحمد لله كانوا دايما طول الوقت يشيدوا بتونس، ما كانش مصر لها نصيب. لا لا لا، يعني أنا معايا وعملنا تقرير تفصيلي وعندي الأسماء. ده عنوان رئيسي، مجلس حقوق الإنسان وأعضاء يشودون بالدستور المصري أساسا. تمام. 105 دولة كان كل تعقيبها بنشكر مصر على دستورها وإنها قدرت تعمل كل ده في وقت مضطرب وثورتين وكذا. الله على الكلام الإيجابي. فين الكلام الإيجابي ده؟ ما بتقالش ليه في الإعلام؟ لا أنا بقول لك إحنا في مجلس القوم المرأة على طول جمعنا التوصيات فمثلا في الدقيقة واحدة اللي بتقول أي دولة فيها زي مثلا غانا ودي دولة صديقة وإفريقية بتطالب مصر برفع التحفظات عن اتفاقية منع التفرقة ضد المرأة بين قوسين غانا، بعدها لاتفيا وناميبيا والسويد. السويد قالت إيه؟ رفع التحفظات عن اتفاقية المرأة منع التمييز ضد المرأة واستمرار في إعداد سياسات لتمكين المرأة والطفل اللي هي حضرتك كرئيسة المجلس القومي للمرأة بتشتغل عليه. ده أحد الأهداف اللي هذا المجلس يقوم عليه، وأقدر يعني لو كان الوقت يسمح أقرأ لك كل الدول قالت إيه بما فيها أمريكا وإسرائيل. أسوأ ناس اتكلمت كانت تركيا، حتى قطر كانت إيجابية جدا. في تغير في السياسة الخارجية التركية القطرية خلال الشهور الماضية، يعني ما نقدرش نتكلم قوي بأنها سياسة عامة، لكن موقفهم في هذا المحفل كان إيجابي جدا، سواء كان في اجتماع الدول العربية أو الاجتماع الرسمي اللي كانوا بيناقشوا فيه الوفد المصري. إيجابي بمعنى أنه لم يصدر أي انتقادات لحالة حقوق الإنسان في مصر، ولا كان بيتجنب أنه يدخل في مساحات شائكة؟ الإيجابية كانت من وجهة نظر حضرتك؟ الإيجابية كانت جزئين، شكر وتقدير على الدستور وما فيش أي حاجة انتقدوه. ما انتقدوش قطر، لم تتطرق لأي يعني أطلع. تونس انتقدت. تونس صحيح انتقدت، واخد بال. الجزائر كان لها مطلب، واخد بالي، لكن قطر بالذات ما عملتش كده. تركيا كانت بتشتغل على ايه؟ فكرة الحقوق يعني التقول. الجزائر استمرار في اعداد سياسات لتمكين المرأة والطفل، ده الجزء العملي اللي قالته ما هوش انتقاد لكن توصية بتوصينا بان احنا نعمل ايه.
انا عايزه اقول بس ان احنا وحضراتكم بتقوموا بهذا الجهد الوفد وانا عارفه ان حضراتكم قضيتوا ساعات طويله من العمل والرد على الاسئله والجولات واللقاءات كان فيها جزء يتعلق بان احنا بنقدم صوره مصر الكامله. مش المساله كيف نتعامل مع الاخوان او كيف نتعامل مع حريه التعبير او كيف نتعامل مع قانون التظاهر، لكن الصوره العامه لحاله حقوق الانسان في مصر. هذا كان الهدف. طيب اسمح لنا حضرتك نشوف بس ركزنا في التقرير اللي هنعرضه مع حضرتك دلوقتي على الجانب المتعلق باجتماعات جنيف الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة حرية التعبير وكيف كان رد وسائل الإعلام الغربية على ما طرح. نشوف التقرير مع حضرتك. 314 توصية هو إجمالي ما وجهه المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى مصر حول حالة حقوق الإنسان على هامش اجتماعات جنيف التي عقدت قبل أيام. الحكومة المصرية أرجعت ارتفاع عدد التوصيات للتصورات المغلوطة، حيث دافع الوفد المصري برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب عن سجل مصر بمجال حقوق الإنسان مستشهدا بدستور 2014 واصفا إياه بأنه انتصار حقيقي لحقوق الإنسان والحريات، فيما أعلنت الأمم المتحدة وسويسرا عن فتح تحقيق دولي موسع بشأن تزوير تقرير الحكومة المصرية عن أوضاع حقوق الإنسان من قبل تنظيم الإخوان وتوزيعه على الدول المشاركة قبل وخلال الاجتماع. العديد من الصحف العالمية تناولت تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث قالت صحيفة فويس أوف أمريكا إن المناخ السياسي مضطرب بين الحكومة والمجتمع المدني في القاهرة، كما طالب موقع ميدل إيست مونيتور بوضع حد لسوء معاملة المحبوسين احتياطيا وتحسين أحوالهم، فيما زعمت صحيفة ذا نيشن أن ثمة حالة تربص بجماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، بينما نشرت جريدة لوس أنجلوس تايمز أن مصر لديها سجل مؤسف فيما يتعلق بحرية التعبير لأولئك الذين تكلموا علنا ضد الحكومة. كما جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي انتقادها لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، قائلة إن هواجسنا المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر والقيود المفروضة على المجتمع المدني معروفة ولم تتبدل. أبرز التوصيات التي أصدرها المجلس الدولي لحقوق الإنسان تعلقت بأهمية تعديل بعض القوانين، من بينها تنظيم حق التظاهر والجمعيات الأهلية والعنف ضد المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام بالقانون المصري وتعزيز استقلال القضاء لضمان محاكمات عادلة ومكافحة ظاهرة التحرش الجنسي والتدريب على حقوق الإنسان للموظفين المكلفين بتطبيق القانون ومحاربة الإفلات من العقاب في جرائم القتل. 196 دولة هو إجمالي عدد المشاركين في اجتماعات جنيف، إلا أن 121 دولة من الدول المشاركة اقتنعت بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بينما أصرت 23 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة وتركيا وأسبانيا وألمانيا والسويد وتونس والبرازيل على انتقاد الأوضاع الحقوقية. دليا علي، كلام تاني. شكرا لزميلة العزيزة دالي علي على التقرير. معالي السفيرة، هندخل في تفاصيل بعض التوصيات الصادرة. كان في توصيات تتعلق بقانون التظاهر، والحقيقة أن بعض اللي قرأ التفاصيل الخاصة بملاحظاتهم أو توصياتهم يلاقوها أن إحنا معالجين المسألة دي في الدستور، فيظل السؤال يعني طالما المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري أبدأ ملاحظاته على مسألة قانون التظاهر، طالما ان اللي بيتقال صح، طالما ان احنا عاملين قواعد سليمة في الدستور اللي بيشيد بيه العالم الآن، لماذا لا تتجه الحكومة المصرية بشكل واضح وصريح وعلني ومباشر وسريع لتعديل قانون التظاهر؟ هيتعدل في الدستور في البرلمان. يعني اقصد اقول ايه، الفاهمين ان قانون التظاهر ده ما شافوش يعني الجانب الإيجابي في قانون التظاهر. لو قارنتي بفرنسا، انت بتستني 10 ايام في فرنسا عشان تخرج يطلع الاذن بتاع السماح بالمظاهره. في القانون اللي بيعيبوا عليه ده بيقول 3 ايام، لكن العيب اللي في القانون بتاعنا ان هو خلط ما بين يعني مواد كان يجب ان تكون محل قانون العقوبات، فبان ان هو متعسف ضد التجمع وضد التظاهر وضد كذا، فده اللي لازم يتشال منه ويتحط في قانون العقوبات. فقالوا ان ده قانون مكحف، احنا معترفين انه عاوز يتصلح.
وهيتصلح لما يبقى في برلمان. لان بس المفروض رد الحكومه المصريه على التوصيات الخاصه بمجلس حقوق الانسان في الامم المتحده يكون في مارس القادم. لا مش لا مش في مارس. مارس القادم هتقولي قبلت ايه من التوصيات دي ورفضت ايه. تمام، لكن تعديلها مش هو لا ليه. تعديلها عندك 4 سنين لغايه ما تعدلي. مرحليه. احنا ان شاء الله هنعدله قبل ال4 سنين اول ما يبقى عندنا برلمان. السر في ان احنا ليه ما بنعدلوش دلوقتي؟ ما عنديش برلمان. فاذا اللي هيسمع السلطه التشريعيه ما انا لسه هقول لك. يبقى كل حاجه انا هرميها على الرئيس. لو عملنا كده في مليون قانون زي كده لازم الرئيس يمضيها. لو عملنا كده الانتقادات هتقوم تاني، خد السلطة التشريعية كلها في ايده، ودي مفروض يستخدمها في اقل واضيق الحدود الضرورية. فكده منتقدة وكده منتقدة. معالي السفيرة ممكن نتكلم بصراحة شوية؟ اسمحي لي حاجة. يعني الرئيس مع السلطة التشريعية الآن وفي ملاحظات أبداها الكثيرون على قانون التظاهر، من وجهة نظر بعض الرئيس يستطيع الآن أن يكسب ورقة سياسية في غاية الأهمية فيما يتعلق، احنا مش عايزينه يعمل كل التشريعات وكل القوانين، لكن على الأقل في مسألة التظاهر يستطيع أن يزيل الاحتقان الحالي. لماذا يبدو غير راغب في هذه المسألة حتى الآن؟ زي ما بقول لحضرتك كده، أولا عنده أولويات شديدة الوطأة زي ما انت شايفة، اللي من البحر ومن الإرهاب طبعا. يعني لازم يبقى عندنا منطق في الأولويات. قانون التظاهر ممكن يتعدل بمنتهى السهولة. صحيح. ولو بطلنا الانتقادات دي، هو بيتاخد وسيلة لمحاولة إظهار مصر بأنها دولة إرهابية أو لا تحترم تقيد الحقوق والحريات. طب ما احنا نقطع الطريق ده. معلش، لكن أنا بقول لك أهو، إذا عطينا كل قانون. طب ما أنا عندي قانون العنف بقاله 2 سنين قاعد في الدرج، عندي قانون العنف متكامل من أيام هشام أنديل لما كان رئيس وزراء، وهو اللي قال لي اعمل لي القانون ده. عملنا القانون ورجعناه كذا مرة ومحطوط في الدرج مستنيين. ليه؟ لأنه ده هياخد أخذ وعطى طويل. الرئيس ما عندوش وقت لهذا، واخد بالك؟ بس انت حضرتك لسه قايله لي ان قانون التظاهر وتعديلاتنا احنا عارفين هنعمل فيها ايه كويس، لكن برضه هتلاقي يعني النخب عندنا طول النهار ما وراهاش غير فلسفه وانتقادات لاي حاجه. عملت صح هينتقدوك، عملت غلط هينتقدوك. طب يا فندم اسال سؤال صريح شويه، لو حضرتك التقيت الرئيس قريبا في اي مناسبه وقال لك مثلا معالي السفيره عملتوا مجهود كويس في جنيف، ممكن تقولي له سياده الرئيس ربما من الافضل ان احنا نخلص من موضوع التظاهر بدل ما هم ماسكينهم؟ لا مش هقول، لا مش هوصيه كده. هوصيه ان هو يهتم بالعداله الاجتماعيه وقوانين اللي تخص الشباب والبطاله. لكن قانون التظاهر ده يعني افرضي ما احنا عشنا يعني من غيره، ايه المشكلة؟ المشكلة اللي هنتكلم فيها بصراحة ان هذا القانون ادى الى حبس عدد من النشطاء السياسيين الشباب اللي هم الغرب بيتكلم عليهم. فهم شوفي انا من الاشخاص اللي لا يهتم بالغرب ولا برأيهم، واخد بالك؟ عملتي سفيرة؟ عملت سفيرة وعشت معاهم 40 سنة، عشت بره اكتر ما عشت جوه. لو ولحت ايديك العشرة الشمع مش هترضيهم. لازم ينتقدوه، يا اما تمشي تحت سياستهم وباوامرهم، يا اما يدوروا لك على اي حاجه يختلقوها. هو بيقول لك تعذيب في السجون. انا رحت السجون وشفت بنات 7 الصبح والاخوات المسلمات وكذا، احسن ما كانوا عايشين بره بجد يعني. ما فيهاش تجني عليهم. وسالتهم حد بيضايقكم؟ بيجي لكم الكتب؟ بتخرجوا تتريضوا؟ بتنزلوا الكانتين بتشتروا؟ قالوا في مشاكل. ما فيش مشاكل. طيب يا فندم، اذا كان ده راي المنظمات الدوليه اللي هي كده كده مش هيبقى عاجبها حاجه، لكن في منظمات مجتمع مدني محليه تبدي ملاحظات على حاله حقوق الانسان في مصر، على المعامله في السجون، على شوفي ما هو لو ما عملوش كده مش هياخدوا فلوس من الخارج على طول كده يعني. دي البضاعه بتاعتهم للاسف. في بعض جمعيات هايله وبتخدم الوطن خدمه عظيمه،
زي السيدات الفضليات اللي هي خلقوا فرقة من الكفيفات أبهرت العالم بالموسيقى اللي بتضربها. دي تنمية معاقين وصلوهم، إنه أنا استقبلتهم لما كنت سفيرة في فيينا وعزفوا في الراد هاوس، قاعة بتشيل 2000 شخص، وكان مستشار النمسا ورئيس الدولة موجودين، بكوا من كتر ما مش متخيلين إزاي يعزفوا الموسيقى النمساوية والبلدانويب وهم لا قدامهم مرشد يعني عازف مايسترو يقول لهم، ولا وازاي ينسقوا مع بعض في لحظة واحدة. هذه صورة إيجابية. فدي في صور إيجابية كثيرة، لكن إن أنا أخذ حضرتك مش قلقة على حالة الحقوق والحريات في مصر؟ شوفي أنا في حالة حرب، وأحب إن حقوق الإنسان تكون أفضل من كده، كويس؟ خصوصا حقوق الطفل والمعاق والمرأة. عندي دول أنا شايفة إن إحنا عندنا حرية تعبير أزيد من اللزوم، أزيد من اللزوم. أنتوا يعني وجحتوا دماغنا بالبرامج الحوارية اللي حصل، وأحيانا بتفتروا وبيكذبوا علينا، وأنا آسفة إن أنا أقول كده، لكن في جرايد ما يعاني منه الإعلام من انفلات، في جرايد أنا شخصيا أصابني نصيب كبير من اتهامات لا وجود لها. فايزة أبو النجا، إيه الهجوم ده كل ده؟ وبعدين تقولي لي ما فيش حرية تعبير، عاوزين تعبير من أكثر من كده إيه؟ واخدة بالك؟ اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية لتعيين السفيرة فايزة أبو النجا صفعة قوية للعلاقات المصرية الأمريكية، ومركزين لها على قضية المنظمات غير الحكومية اللي كانت في 2011. ما هي نفس القصة يا رشا، هي كلها الجمعيات الأهلية، لأن هم سقطوا أو أسقطوا الاتحاد السوفيتي عن طريق الجمعيات الأهلية. ده الأمر اللي لازم نفهمه، إن ده بقى السلاح الرابع اللي بيستخدم، واخد بالك، لإسقاط الدولة. هل اللي أزعج حضرتك إن يتقال إن عدد من المنظمات الحقوقية أو منظمات المجتمع المدني اللي بتعمل في مجال حقوق الإنسان بتفكر ترحل عن مصر نتيجة ده كلام أوانطة؟ هيروحوا فين؟ ده كلام أوانطة، ولا يلاقوا العز اللي هم فيه في مصر. عايز واخدة بالك؟ يعني إحنا أنا كنت وزيرة شؤون اجتماعية وتأمينات، وعملنا قانون جمعيات، غيرنا قانون عبد الناصر اللي اتعمل في 64 وعملنا قانون جديد، وأول وزير يخلي الجمعيات الأهلية تشارك فيه، وأصغوه معايا، وبرضه عملوا مظاهرات، والرئيس مبارك قال اطلعي على الكونجرس عشان تفهميهم. شلنا منهم 22 عقبة كانت بتضايق المنظمة تعوق عملها يعني، وجاني سفير أمريكا واتفقنا على أوضاعه وكل شيء. فعاوز أقول لحضرتك إن الجمعيات الأهلية وكل المنظمات الحقوقية دي، منهم أبو سعد قال لي إحنا كنا غلطانين في حقك، وكان قانونك صح، واخدة بالك؟ أصح من المشروع الحالي؟ ما قصده كده ولا قصده إيه؟ ما اعرفش الحالي، انا ما قريتوش الحقيقه، لكن ايا كان المشروع دايما هيبقى فيه اتهام لاي وزير، كانت غاده والي او غيرها، واتهام غير حقيقي. لا بالعكس، ده في عدد من الشخصيات قابلته قريب واشاد بموقف غاده والي، وهذا للحق يعني فيما يتعلق في مساله الحريات والتسهيلات اللي تكون ممنوحه للجمعيات. يا رشا، احنا عملنا لهم تسهيلات لا يمكن، وهو اي قانون حالي بيتعمل بيتاخد من القانون اللي انا عملته. في تعديلات بتحصل، واخده بالك، لان القانون ده توقف بسبب حاجه اجرائيه، انه ما اتعرضش على مجلس الشورى، ودي مش غلطة إدارية منهم يعني، مش لمضمون القرار. فاللي أنا عاوز أقوله، الغلط عندنا والغلط من الدولة المصرية إنه تسمح بجمعيات أهلية
عشان تهرب من أي قانون كان يراقب الجمعيات إنها تروح تسجل في هيئة الاستثمار، وكأن هيئة الاستثمار دي في بلد تانية. صحيح. هيئة استثمار تسجلي على إنك شركة تجارية لا تبغي الربح، في المنطق شركة تجارية لا تبغي الربح بتاعي عشان تشتغل في حقوق الإنسان ما يبقاش عليها رقابة من وزارة الشؤون. وزارة الاستثمار مش هتراقبها، هي عليها تدفع ضرائب وخلاص، وهم قالوا لا تبغي الربح عشان ما تدفعوش الضرائب، يبقوا طلعوا ايه؟ تمام، هربوا من قانون الجمعيات وراحوا سجلوا نفسهم كشركة تجارية لا تبغي الربح. لما دي اتكشفت واخيرا فوقنا كحكومة وفهمنا ان دي اللعبة دي، راح عملوا ايه؟ مكتب محاماة في الشهر العقاري. دي بقى يعني اكثر بقى فوضى. فالفوضى من عندنا والغلط من الحكومة المصرية. هل انه قانون الجمعيات وقانون الاتحادات وقانون النقابات وقانون الاحزاب وقانون النوادي، يعني ان لم تنضبط القوانين الاجتماعية دي هنعيش في المأساة دي باستمرار. طب اذا على الحكومة المصرية ان تسرع الخطى لاصدار قانون الجمعيات الاهلية ليضع مسألة الحرية، واحنا يعني زي ما بالمصري بيقول ما عندناش حاجة نخاف منها، يعني اللي عايز يتفضل يتابع حالة حقوق، بس وفقا لضوابط الدولة الوطنية من حق مصر ان تحافظ عليها. هم مش عاوزين الدولة الوطنية، هم عاوزين الجمعيات الاهلية تفوق الوطنية. والغلطة اللي احنا عملناها يوم امريكا ما قالت ان انا هاخد جزء من الفلوس المعونة اللي جاية لمصر وديها للجمعيات الأهلية، دي أول غلطة، إنها ساوت ما بين الدولة والجمعيات الأهلية. كان لازم المجتمع المدني في العالم كله، حضرتك عملتي في دول عديدة، ناشط وبيقوم بدور كبير جدا وعلى مرحلة كبيرة وعلى وعي ونضج وشريك في صنع التنمية في المجتمعات. بالتأكيد. وده اللي احنا عاوزينه هنا. لكن بيمشي حسب قانون الدولة، ما فيش جمعية. أنا رحت إنجلترا مخصوص وقت ما هاجوا وعملوا، ورحت أمريكا وشفت القواعد المعمول بها في إنجلترا. يوم 30/4 من كل سنة لو أنت كجمعية ما قدمتيش حسابك مختوم وممضي من محاسب معترف به في الدولة تلغى الجمعية بدون أي إعلان، أوتوماتيك. ما فيش حد متسيب قدنا، إحنا دولة فيها تسيب كبير جدا. طيب عايزة أدخل لمسألة، فأرجوكم أنتوا كصحافة كإعلام مصري ما تمشوش ورا النغمة دي. الأمريكان وغيرهم عاوزيننا نفضل نتكلم عن حرية التعبير، هو في تعبير أكتر من كده؟ عاوزة تعبر يعني 4-5 عملوا أخطاء إجرامية فحولوا البلد كلها إن ما فيهاش حريات؟ لا، يعني هي البلد كلها أحمد دومة أو اللي هم عاوزين يطلعوهم من السجن ده؟ لا، ما ينفعش كده. دول ليهم جرائم أخرى ما هياش حرية التعبير، ومش صح، وبيكذبوا علينا وإحنا بنصدقهم وبنرد كلامهم. يعني شهادة ربما لله، يعني احنا كنا قاعدين في اجتماع مع رئيس السيسي، وكان الزميل عمرو عبد الحميد قناة الحياة بيطرح على الرئيس أهمية وجود قناة تعبر، يعني قناة باللغة الأجنبية تتحدث مع المجتمع الغربي عن حقيقة ما يحدث في مصر، لأن احنا في كثير من الأحيان وربما حضرتك والوفد كان بيعاني من هذه المسألة، ان احنا بنكلم بعض ما بنكلمش العالم الخارجي. فالرئيس الحقيقة قال جملة يعني لو احنا نفذناها كلنا والتزمنا بها رئيسا ومجتمعا، قال خلونا نمشي صح وبعد كده الناس دي هتعرف ان احنا ماشيين صح ومش خايفين من حاجه وانت ماشي في طريقك صح. فحتى بعض الانتقادات التي توجه لحاله حقوق الانسان والحريات في مصر في جزء منها وطني، لديه مخاوف عن حاله حقوق الانسان. هذا امر مشروع. هدخل للملاحظه اللي تم الحديث عنها فيما يتعلق مساله الحبس الاحتياطي او الحبس العشوائي. احنا السنه اللي فاتت في معالجتنا لموضوع الجامعات كانت هناك ملاحظات على هذه المساله. مسألة الحبس العشوائي لبعض الطلاب، كتر الحبس الاحتياطي في قضايا عديدة، ما هو في أحداث كتير. وما قلتيش إيه سبب الحبس الاحتياطي العشوائي ده؟
مش ان بتتجمعي وبتقومي باعمال. انت راحة تدرسي بتاخدي شماريخ وتحرقي وتكسري وتقلعي العميدة هدومها كل ده يتنسي وتقولي حبس عشوائي. طب ما هي انت اللي عملت الحكاية الاول. فعاوز ما هم طلاب الإخوان بيعملوها وطلاب تانيين بيتم الزج بيهم فينظلم اللي مالوش لا نقطة بالموضوع ولا جمل وكان راح يتفرج عايز يشوف إيه اللي بيحصل. دي وقت ده حصل رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر النصار قال لي كده. جابر النصار كان غلطان من الأول للآخر في الموضوع هو وكثير من رؤساء الجامعات. أنا عارفة صراحة حضرتك دايما بتقولي كل حاجة بصراحة. لا نصر يعني ده عزيز عليا دكتور وكان محامي للمجلس بتاعي في قضايا معينة وكان معايا في لجنة الخمسين واحترمه جدا. لكن في معالجة موضوع الطلبة في السنة اللي فاتت كان غلطان هو وعدد من رؤساء الجامعات. طيب فأنا عاوز مسألة التعامل الأمني لأن أكيد دي من الأسئلة اللي طرحت على حضراتكم مسألة الحبس العشوائي. كانت إيه الإجابات اللي حضراتكم قدمتوها لما طرحت هذه الأسئلة؟ يعني رد وزير مساعد وزير العدل لأنهم برضو مطلعين القضاء بتاعنا اللي احنا بنشكو من إن قضاءنا بطيء ومش راضي ياخد قرارات في حاجات واضحة زي الكرداسة وزي رموا الأولاد من فوق السطح. دي خدت في أحكام صدرت في ما بتتنفس حتى اللي صدر ما بتنفس. كل تسألي مصر كلها تلاقيها زعلانة من القضاء في الحتة دي واخد بالك. وده بيشجع الآخرين طول النهار عمالين نشوف ضرب وشماريخ وما بيهدوش لأنك أنت مش واخد الخط القاسي واخد بالك. أنت في حالة حرب ما نقدرش خصوصا بعد الحادثة بتاعت سينا دمياط دي اللانش دمياط واخده بالي. يعني مرة يعملوها في سينا ومرة في الوادي الجديد وبعدين دلوقتي في دمياط دي كلها تؤكد ان انت في حالة حرب. هل هناك ادراك دولي من الاجتماعات اللي حضرتك والمسؤولين اللي حضرتك قابلتيهم بحجم ظاهرة الإرهاب في مصر؟ لأنهم في كثير من الأحيان لما كنا بنسمع وسائل الإعلام الغربية كانت تركز قوي معالي السفيرة على الإرهاب في سيناء ومش واخدين بالهم الانفجارات اللي بتتم في العاصمة. عارفين أكتر مني ومنك. يعني أنا جارتي حد واحدة أجنبية بقول لها أنتم ما بتبعتوش الكلام ده لبلدكم عشان صحافتكم تكتب كده؟ قالت لي لا بنبعته وبنبعت اللي بيحصل بالظبط لكن هم بيختاروا اللي هم عاوزين. المسؤولين اللي حضرتك قابلتيهم وممثلين الدول في هذه الاجتماعات كان لديهم ادراك حقيقي لطبيعه الظرف الامني؟ لان في الحقيقه يعني ان ما حدش هيقدر اصل الحكايه مش سهله قوي ان انا اعمل حقوق انسان وانا عندي مشكله بتهدد الامن القومي. هذه معادله في غايه الصعوبه. يعني ما ينفعش يقاس حاله مصر بحاله حد زي سويسرا مثلا ولا الدنيا لطيفه في مكان ما ونقول مصر ليه مش زي سويسرا. يعني الحمد لله انت ابتديت تتكلمي عادل دلوقتي. كنت مش بتكلم عادل خالص. ماشي معلي سفير. لا هم عارفين لكن مش مغيرين وجهه نظرهم لان انت مقصوده. انت لخبطت لهم معادله مهمه جدا. فلما لخبطت الحاجة اللي هم بيوضبوا لها من 2003 تغيير جغرافية الشرق الأوسط وعمل سايكس بيكو تاني. يعني ما عجبتهمش سايكس بيكو الأولى فبيغيروا سايكس بيكو الأولى بأن يفتت المفتت ويجزأ المجزأ. فانت وقفت الحكايه دي وهو عارف ان انت يوم ما هتقفي على رجليكي مظبوط هتبقي خطر عليهم. هم ما حدش عاوزك تبقي في ماشيه في خط اقتصادي صح. مثلا حفر قناه السويس ده عامل ازعاج كبير. لما نعمل مشروعات عملاقه زي مدينه تجاريه عالميه في السويس 3000 كيلو متر طرق في سنة أنا متأكدة أن الرئيس هينجح في المشروعات الكبرى دي.
بس هيبقى عنده دائما ابدا الازعاج بتاع الراي وحريه الراي والتعبير والسجون والتعذيب. حقيقه في مبالغه كبيره. انا ما يعني انا مش ضد حقوق الانسان. انا اول واحده في مصر يمكن راست قسم حقوق الانسان في الخارجيه في السبعينات. فيعني حافظها من A to Z. نفس الكلام ونفس القضيه تتكرر لمليون سنه وستستمر التكرار. ان ما مشيتيش في صفهم هيدوروا لك على اي سبب. يعني فخلاصه الكلام زي ما الرئيس قال نمشي صح ونمشي في انت لو بنيتي نفسك كويس كل ده هيقف. طيب من اجتماعات حضرتك الاخيره كوفد كشريك في هذا الوفد الممثل لمصر، كان في كلام معالي السفيره دائما في الغرب على ضروره اشراك هذا الفصيل في العمليه السياسيه وفي المجتمع المصري، وكان نحن كمجتمع او كحكومه من نقف ضد هذه المشاركه، لكن لا يدركون ان هناك طرف استخدم العنف وقف ضد الدولة ومؤسساتها. ما بينسى الجزء الأساسي. لسه بيقولوا النغمة دي ولا اتغيرت؟ بيقولوا ده لسه الأسبوع ده. بيقول لك ممكن العنف يقف لو أنتوا وافقتوا على أنهم يدخلوا البرلمان. هم عاوزين يدخلوا البرلمان بس عشان يرفعوا إيديهم كده ويقولوا إحنا رجعنا تاني. فعلى أي حال إن شاء الله الأمور تمشي في الانتخابات مظبوط. احنا مركزين على القوائم لكن ناسين ال 420 مقعد فردي. دول محتاجين مننا اهتمام شديد جدا. طيب. لأن عدد كبير 420 واحنا كلنا قاعدين نتخانق على ال 120 مقعد بتوع القوائم. وسايبين 420 ده عاوز انتباه كبير صحيح ونجيب الناس الصح اللي تسند الدولة في هذه المرحلة الخطر. طيب اسمح لنا حضرتك ينضم إلينا بالصوت والصورة الأستاذ محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي لمناقشة الملف اللي احنا بنناقشه النهاردة حقوق الإنسان في مصر. مساء الخير يا فندم. معالي السفيرة كانت بتكلمنا قبل ما حضرتك تنضم إلينا عن أن الدولة المصرية في حالة حرب ومفيش حد في الدنيا ممكن يكون كلنا متمسكين بفكرة حقوق الإنسان، كلنا متمسكين بفكرة الحريات، لكن في كل الأحوال الغرب سيتربص بنا حتى لو كنا ماشيين مجازا، هترجم الكلام على الصراط المستقيم. تعالي حضرتك. يعني بالنسبه لو حد تقصدي اللي حصل في جنيف والاستعراض الدوري الشامل، أنا أظن إنه في مبالغة شديدة بتتم كل 4 سنين من الوفد الرسمي الحكومي. لأنه باختصار شديد يعني الآلية دي آلية اختيارية بتلجأ إليها الدول بإرادتها. ومفيش فيها أي نوع من أنواع الإكراه ولا الإجبار. ولذلك هي باختصار لأن مصر عضو في الأمم المتحدة ومصر ضمن المجلس حقوق الإنسان الدولي. كل 4 سنين الدول كلها زي ما مصر بالظبط بتراقب حقوق الانسان في الدول الاخرى. في النهايه بيتم يعني تقديم نصايح للدوله المصريه ومفيش اي يعني وسيله اجبار ولا وسيله للعقاب في الاليه دي. ولذلك بمنتهى الامانه في استغراب شديد من حاله يعني الاستنفار اللي بتحدث قبل واثناء وبعد الاليه دي، وكانه يعني بيوصفوا البلد عندنا في حاله حرب، احنا عندنا حرب فعلا في الداخل، عندنا مشاكل سياسيه، عندنا ارهاب، عندنا عنف. لكن في النهايه انا اظن ان ده المهم ان احنا ازاي نخلي اوضاعنا افضل، مش عشان الغرب عايز كده ولا الشرق عايز كده، عشان الشعب المصري يستحق كده. صحيح. لكن اللي بيحدث كل 4 سنين بصراحه الواحد بيستغربه. في سنه 2010 الحكومة المصرية وافقت على 119 توصية ووافقت بشكل جزئي على 25 توصية ورفضت بشكل قاطع 20 توصية يعني لاختلافها مع العادات والتقاليد والدستور المصري. بعد كده في 4 سنين التالية حدث في مصر ثورة وأكتر وحدث فترات عصيبة وارتباك
ده يدي للدولة المصرية عذر انه في الفترة اللي جاية تحاول انها تلبي احتياجات الشعب المصري في الاساس وتنفذ التوصيات دي اللي هي جزء من تعهداتها الدولية وجزء من الدستور المصري. لكن اللي الواحد بيخشاه انه طول الوقت بيبقى فيه يعني تزايد شديد. لان المسألة لا عاوزين يبقى فيه تهويل ولا تهوين. في وضع حقوق انسان الناس بتدينا نصايح نقبل اللي نقبلها نرفض اللي نرفضها وفي النهاية دي تبقى جزء من أجندة الدولة المصرية وإنه في النهاية الخطر على الأمن القومي المصري إن يبقى في مشاكل عند الشعب المصري يبقى في مشاكل للمرأة في مشاكل للطفل مشاكل في حقوق الإنسان بشكل عام مشاكل اقتصادية. لو إن الدول بتقول لنا إن عندكم مشاكل ممكن الوفد المصري أو الدولة المصرية تطلب مزيد من الدعم من الأمم المتحدة تطلب من الدعم من كل الدول الراعية وفي نفس الوقت تدي لنفسها مهلة إنها تحقق النتائج دي. لكن الرفض القاطع ان ما عندناش مشاكل او الرفض القاطع ان اوضاعنا يعني تمام. اتصور انها نموذجيه ده مش مقبول. يعني معالي السفيره انا استمعت ليها في الجلسه وانا كنت حاضر في جنيف اتكلمت على اوضاع المراه وقالت ان اوضاع المراه حققنا فيها نتائج كويسه لكن لو سالتوني بمنتهى الامانه وصلتوا للي انتوا عايزينه هي قالت لا لسه عندنا كتير عندنا أشياء كتير عاوزين نغيرها في المجتمع عندنا كتير في العادات والتقاليد عندنا فترة سابقة ناس حكمونا بالفتاوي وبأشياء عملت تراجع في حقوق الإنسان وحقوق المرأة. طيب أستاذ محمد لما بيتم التواصل مع بعض الصحفيين الأجانب ويبدأوا يكتبوا عن حالة الحريات والحقوق في مصر ونقول لهم أنتوا بتستندوا للكلام ده منين هذا الكلام غير صحيح يقولوا الحقيقة هي مش مسألة يعني لما أقول لهم ده منظمات دولية عندكم اللي بتقول الكلام ده وهذه المنظمات مش موجودة على أرض الوطن عشان تشوف حقيقة ما يحدث فيقولوا لي طب ما تبصي كمان على تقارير منظمات مجتمع مدني مصرية محلية على أرض هذا الوطن بتقول إن عندكم مشكلة كبيرة في حالة الحقوق والحريات إذن هم يستندون أن هناك نيران صديقة من الداخل. ممكن أنا أتكلم؟ آه يا فندم. أولا بشكر الأستاذ محمد زارع وبتفق معاه على أن فعلا في مبالغة في حكاية تقديم التقرير ده. أنا بقالي 18 سنة بقدم تقرير. مين قال إنها صديقة؟ يعني معالي الوزيرة لما اتكلمت في جنيف وقالت إن عندنا مشاكل في أوضاع المرأة. وعندنا فتاوي يعني بتعمل تراجع في أشياء كثيرة، ناس كانت بترجع للختان تاني، ناس كانت بترجع للطلاق عاوزين الخلع يتلغي، الحضانة تتلغي، الشقة تتلغي، أشياء كثيرة لحقوق المرأة تراجعت، هل المعالي الوزيرة لما تقول الكلام ده يعني هي بتنتهك حقوق الإنسان وبتتكلم على مصر بشكل سلبي؟ خلينا يا جماعة نفتح الدمل والخراج ونتعامل مع الموضوع بواقعية. خلي الأجانب، أنا بصراحة ما يهمنيش الأجانب بالقريب أو بعيد، إحنا عندنا شعب مصري يستحق أن يعيش بشكل أفضل. طيب أنا كنت عاوز أكمل اللي قاله الأستاذ محمد زارع. إحنا عندنا مشكلة فنية في الصوت، تفضل يا فندم. إن أنا أقول إيه، أنا عاوز اهتم بالفلاح المصري بالطفل بالفقير اللي في مصر. يوم ما هخلص مصر من الاميه والفقر والجوع والمرض ده اللي يبقى حققت حقوق الانسان. صحيح. انما هفضل امسك الخمس ست موضوعات اللي انت معجبه بيهم دي اللي يا رشا لا مش انا يا فندم انا مش طيب. معجبه بيهم خالص. انا بطرح ده انا اللي قلت النهارده ده انا بادئه كلامي بقول لحضرتك ليه بس زعلانه من الاعلام وانا منهم لا انا حتى بقول لا. كلام تاني والله. فبالتالي انا بنصح الدوله المصريه انها بعد المراجعه سواء كان في حقوق الانسان في المراه في الطفل احنا عندنا 7 اتفاقات بيحصل لنا فيها 7 مراجعات زي دي. طب انا بس عايزه اعتذر عشان الاستاذ محمد زارع كان معانا بالصوت والصوره وحصلت مشكله فنيه فالصوت انقطع هنحاول نرجع له بس هو قال نقطه مهمه جدا ارجو ان حضرتك تعلقي عليها. يعني انا لما سالت حضرتك ليه منظمات محليه في مصر مجتمع مدني بتعمل تقارير تقول فيها ان في التباس او في مشاكل في حاله الحقوق والحريات قلت لي مساله التمويل مساله لابد ان احنا نضعها في حساباتنا وهم اكيد حاطينها في حساباتهم مش هيتلقوا تمويل لو ما قالوش كلام زي ده. لكن الاستاذ محمد زارع بيقول واحنا ليه خايفين من الدمل ما نحط ايدينا ان في مشاكل وما نبقاش قلقانين لما منظمات مجتمع مدني محليه مزبوط. تقول ان في مشاكل كلامه مظبوط. انا وفد رسمي وقلت كده في جوه اللجنه قلت ان زي ما قال الاستاذ محمد زاهر ان في مشاكل مش معناه ان الدستور عطاني كل الحقوق لسه ما طبقتهاش
ولما طبقها عاوزة قانون يتنفذ بفعل وعاوزة ثقافة مجتمعية تتغير. أصل في نغمة كده بتتقال لما منظمات المجتمع المدني تبدي المصرية تبدي ملاحظات نبدأ ندخل في مسألة التخوين ومسألة التمويل يعني بتبقى في جمعيات وغالبية الجمعيات ناس محترمين وبيشتغلوا كويس لصالح البلد، في قلة بتنحرف شوية وبتتمشى مع التون الغربي. أنا ماليش دعوة بدول، أنا يهمني في النهاية إنه بعد التقرير ده وبعد كل تقرير بنقدمه للأمم المتحدة إن إحنا نعمل مجموعات عمل تشتغل وتحقق بالفعل اللي ما قدرناش نحققه في 30 سنة، نحقق جزء منه. يعني بينتقدونا على وضع الطفل، طيب ممنوع عمالة الأطفال، بينتقدونا على العنف ضد المرأة، بينتقدونا على الفقر، على المستوى الوعي، على الثقافة. ده أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، وعلى التقاليد والعادات السيئة. يعني ليه الطار موجود في مصر لغاية دلوقتي؟ واخد بالك ليه العنف والضرب في الأسرة بين الأب والابن والبنت يعني الكلام ده كله لازم نصلحه. حضرتك قلت لي نقطة مهمة عايزة أقولها على الهواء، بس اسمح لنا حضرتك نرجع ليه. الأستاذ محمد زارع هو انضم إلينا مرة أخرى. أستاذ محمد، كنت بناقش معالي السفيرة فيما طرحته حضرتك إن أحيانا ما نسنش السكاكين لنفسنا، ولما منظمة محلية تقول بعض الملاحظات على وضع حقوق الإنسان في مصر ندخلها في مسألة أصلها تتلقى تمويل، أصلها لا تنظر للصالح العام. هذا يحدث الحقيقة. برضه عنده مشكلة. يعني بص حضرتك، مفيش مجتمع ملايكة. احنا في مجتمع حقوق الانسان زي كل القطاعات الموجودة في الدولة، في ناس طول الوقت بيشتغلوا بشكل مهني وفي ناس بيتجاوزوا القانون. خلينا نتكلم وناخد الفكرة نفسها بحسن النية. يعني اذا كانت في زي ما حضرتك بتقولي بعض الصحفيين استندوا لبعض التقارير، طيب ليه الدولة طول الوقت ما بتتناقش مع المجتمع المدني؟ ليه طول الوقت بنشعر انه في فجوة كبيرة ما بين الدولة والمجتمع المدني، رغم ان المجتمع المدني مش ممكن ينجح الا بان الدولة تتعاون معاه، والدولة كمان مش هتقدر تصل لكل مكان في مصر الا بتعاون مع قطاعات مختلفة. يعني خلينا اقول حاجة يعني سياسية، رغم اني بحبش اتكلم في السياسة، انا راجل بتاع حقوق انسان. انا اظن ان الفترة اللي استولت فيها جماعة صغيرة على السلطة في مصر كانت بسبب غياب المجتمع المدني بمعنى واسع. مفيش احزاب سياسية ومفيش نقابات عمالية ومفيش جمعيات اهلية بتشتغل بشكل مهني وقوية على الارض. تم اضعافها على مدار 30 سنة بسبب قانون طوارئ وغيره. لازم نتعلم من الماضي. يعني ليه ما تخليش في مجتمع مدني قوي، في احزاب سياسية متنوعة موجودة في الشارع، ليه ما يكونش في نقابات عمالية طول الوقت بتدافع عن مهن أعضائها؟ ليه ما يكونش في جمعيات أهلية بتقدم خدمات من أول يعني اسكندرية لأسوان في قاع الريف والصعيد المصري؟ طول الوقت لو الكلام ده شغال بشكل جيد مش هتسمحي لجمعيات يعني بتاخد ستار سياسي تحت دعوات مختلفة وتعمل يعني غزوات في المجتمع وتقدر تسيطر على كل شيء. أرجو أنه يكون في حوار ما بين المجتمع المدني والدولة. طيب. يعني خلينا أقول قبل ما نسافر لجنيف كان لنا لقاء مهم ومحترم مع معالي وزير العدالة الانتقالية ومعالي السفيرة ومعالي السفيرة ميرفة التلاوي ومعالي مساعد وزير الخارجية هشام بيه بدر، واجتمعنا مع بعض للترتيب للسفر لجنيف. وأثناء جنيف حدث حوار طول الوقت، وأثناء العودة حصل حوار، وكان في طول الوقت بيتحدثوا على انه بعد العوده للقاهره يحصل اجتماعات مع المجتمع المدني. ده اللي انا اظن لابد ان يكون في تواصل حقيقي. صح. لو في تواصل حقيقي انا اظن الفجوه هيتم ازالتها. يعني لو انه منظمه بتطلع تقارير غير مؤكده، مطلوب من الدوله انها تصحح المعلومات دي، مطلوب من الدوله ان يكون في شفافيه. ما تنتظرش ان منظمه طول الوقت تبعت بلاغات وتبعت تقارير للجهات المختصه وهم في وادي ونحن في وادي. صحيح. يعني خلينا نقول ان الفتره اللي فاتت اذا كان في مجتمع مدني ما قامش بدوره بشكل حقيقي، انا اظن كمان الدوله
بدرجه كبيره في الثلاثين سنه اللي فاتت كانت بتشتغل بشكل منفرد. تعال نتعلم من اخطاء الماضي صحيح. ونلملم بعضنا مره ثانيه ونحاول ان احنا نمشي لقدام على ارضيه يعني وطنيه مشتركه الحقيقه. يعني انا سمعت طبعا مع الوزير قبل ما اخش على الهواء وكان بتتكلم على انه الاتحاد السوفيتي اللي اسقطه جمعيات اهليه. انا اظن اللي اسقط الاتحاد السوفيتي الدكتاتوريات والفقر اللي عاش فيه والتعتيم اللي حصل من القيادات السياسية، بدليل في مجتمع مدني قوي في أوروبا الغربية بالكامل، لكن ده بيكون بيعزز الديمقراطية، بيعزز الدولة وتواجدها تماما في أوروبا الشرقية. أنا أتمنى أن احنا ناخد من الغرب أفضل ما فيه ونترك الأشياء اللي تختلف معانا. المجتمع المدني ممكن يكون حافز وممكن يكون مساعد للدولة وممكن يكون بينمي وممكن في نفس الوقت يكون مجتمع مدني بيعمل أشياء سلبية. خلينا ناخد افضل ما في الفكره ونحاول ننفذها. تمام. انا شخصيا يعني ضد ان يبقى اي حد في مصر يعمل جمعيات او منظمات والدوله ما تحاسبوش او تعرف ايه، لازم يكون في شفافيه. طب اسمح لنا يا استاذ محمد، حاضره في المشهد طول الوقت، نسمع تعليق من الناس من حقها طبقا للدستور المصري وطبقا للمواثيق الدوليه اللي مصر موقعه عليها ان الناس تشتغل والناس تجمع نفسها في تجمعات والناس تقدر تعمل جمعيات وتعمل نقابات. يا سيد ما فيش خلاف، احنا مش مفروض نتخانق او نناقش دور الجمعيات الاهلية، لان احنا من الدول القليلة اللي من القرن التسعتاشر جمعيات الاهلية هي اللي بنت البلد مش الحكومة. كنا مستعمرين، فاطمة بنت اسماعيل هي اللي بنت جامعة القاهرة، جمعيات الخيرية كلها اتبنت كده، المستشفيات الخيرية كانوا بيقوموا بيعالجوا حاجات تتعلق بالمجتمع نفسه بفقره باحتياجه بمعاناته، صحة وتعليم صحيح. والاقتصاد، يعني الراجل اللي بنى بنك مصر ده و16 جمعية 16 شركة منه برضو بمشروع القرش. بس الاستاذ محمد زرع بيقول ان الدوله لا تمد يدها للمجتمع المدني، ده هو في غايه السعاده والاشاده بالاجتماع اللي جمع حضرتك وزير العداله الانتقاليه مع مساعد وزير وزير العداله الاجتماعيه وعدهم. وانا من الناس اللي قلت له اعمل لهم جهاز مستديم، يعني مش تقابلهم مره قبل جنيف، لا على بيريودكلي، يعني بصفه دوريه، بحيث لو عندهم مشكلة انت تحلها لهم. ده احنا مفروض نعمل صندوق لتمويل الجمعيات دي، احنا مصر الدولة، عشان ما يمدوش ايديهم لبره، لان هم ليهم دور مهم جدا في بناء الوطن، مفيش كلام. انما اللي انا عاوز اقوله ايضا انه التقرير ده ناخده كل واحد في اختصاصه نفصصه ونحاول نصلح العطب اللي موجود في مصر. انا عايزه اقول حاجه بصراحه حضرتك قلتها لي وعايزه اشيد بحضرتك في هذه المساله الحقيقه، مش لان حضرتك بس ضفتي، لما قلتي لي رشا احنا بنقعد ناخد الحاجات دي وبعد ما نيجي من المهمه نقفل كل الملفات وننام وخلاص ونبقى نعد ليها قبل الاجتماعات اللي ده الغلط. ده الغلط. انا اجيب المجتمع المدني واجيب المسؤولين واقول لهم انتقدونا في كذا وكذا، ايه الحلول، نحلها ازاي، عاوزة تشريع، عاوزة إجراءات تنفيذية وهكذا. مين اللي يعمل ده يا فندم؟ وزير العدالة الانتقالية وغيره من الوزراء، وزارة العدل، وزارة كلنا. تمام. يعني الدولة مسؤولة. هي تشوف الطريقة. يعني ناخد هذه التوصيات وزي ما استاذ محمد يعني زرع قال اللي احنا موافقين عليه. يعني انا ما خليهوش كتاب كده زي قلته. انا انفذه. وده اللي انا كنت بطالب بيه بالنسبه للمراه من 18 سنه فاتت. نروح هناك ونتكلم على السيدة ويقولوا لنا حصل ايه وحصل ايه، ما نعرفش نجاوب لان ما فيش حاجه حصلت، ما فيش تقدم حصل. ونتيجه ان ما فيش تقدم حصل، حصل تاخر، وحصل انطباع ان هذه المراه المصريه ما زالت متاخره عن كثير من النساء في الدول العربية. وده غير مقبول، يعني لان هي اللي علمت الناس دي كلها، فما صحش. اللي انا عاوز اقوله تاني فضل. ايضا زي التواصل المستمر مع الجمعيات وايجاد اموال للجمعيات، واخد بالك، وكذلك يمشي معايا في خط التنمية. السنة دي هنمحي الأمية، السنة الجاية هنشيل الفقر، السنة اللي بعدها نهتم بالصحة، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى كلنا ايد واحدة في قضية معينة. نمرة اتنين،
ان يجب ان اقدم معلومات، لان الاجانب بان عليهم، سيبك من اللي بيهاجمونا دول، لكن بلد زي تايلاند اعملوا قانون للتحرش. طب احنا عاملين، لكن هم ما يعرفوش. ما يعرفوش، صحيح، واخده بالك؟ فاذا ممكن احيي حضرتك على هذه النقطه، لان احنا احيانا، وده حقيقي يعني، بنبقى فاهمين ان هم كده كده مش عاجبهم، مش فاهمين ان هم ما عندهمش معلومات. صحيح. ان هم مش فاهمين كثير منهم. صحيح. ما عندهمش معلومات، والعيب علينا احنا ان احنا ما بنطلع قانون، بنطلع حاجه تنفيذيه، بنعمل اي شيء، ما بنديش معلومات بصراحه يعني. لا، ما بنسوقش الايجابي بتاعنا حتى للصحافه المصريه عشان ما تغلطش. لازم بصفة دائمة يبقى عندي قائمة أو بنك معلومات بالإيميلات. صحيح. بتاعت الدنيا دي كلها، وأعضاء الكونجرس كلهم، وأعضاء البرلمانات، وأعضاء الجامعات الأهلية الأجنبية، أقول لهم حصل كذا في مصر وحصل كذا، عشان ما ياخدوش لا من الجزيرة ولا البي بي سي. تمام. عربي ولا كلام زي كده. تمام. هسأل بس أستاذ محمد زارع سؤال أخير. حالة الاختلاف الواضحة جدا واللي استندت إليها بعض المناقشات فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، بدت منظمات المجتمع المدني في مصر متحفظة على قانون الجمعيات الأهلية، والصورة اللي بيتم التأكيد عليها إن من حق هذه الجماعات أن تعمل، ولكن من حق الدولة المصرية أن تحافظ على سيادتها، وأن تكون هناك اعتبارات تحافظ على الأمن القومي المصري في هذه المرحلة الحرجة. هو فين، في اسكندرية ولا ايه؟ لا بس كلام ده، لازم الدولة المصرية تحافظ على الأمن القومي. وجزء من المسألة انه تكون في شفافية، دولة شايفة كل حاجة. لكن في نفس الوقت من حق الأفراد ينظموا نفسهم طبقا للدستور والقانون المصري. خليني أقول بس النهاردة لما نيجي نتكلم على قانون الجمعيات، إحنا عندنا وزير سابق يعني الدكتور أحمد البرعي قعد على مدار 4 شهور يعمل في قانون للجمعيات أو مشروع مصادة قانون، بعد ما اتعملت اتحطت في الأدراج. النهاردة معالي الوزيرة الحالية بتطلب المجتمع المدني أن يوفق نفسه في قانون، ما فيش وزير جه تقريبا الا ما اتكلم انه في ضروره لتعديله، لدرجه انه من توصيات 2010 تعديل قانون الجمعيات. يعني خليني بس اختم كلامي بملاحظه وحيده، واعتبروها شكوى على الهوى لمعالي رئيس الجمهوريه كمان. انا محامي عن احد الجمعيات، كنت مؤسسها في يوم من الايام، اسمها جمعيه حقوق الانسان لمساعده السجناء. الجمعيه دي جالها مشروع من الاتحاد الاوروبي من 19 شهر، بالتحديد في عهد الدكتور محمد مرسي وبعدين المستشار عادل منصور ثم المشير السيسي. من 19 شهر لحد النهاردة لم نتلقى أي إجابة بالرفض ولا بالقبول من أي وزير سبق. ده شيء يخلي الجمعيات الأهلية أو أنا كشخص مطلوب مني أن أنا أوفق أوضاعي أو أي حد يوفق أوضاعه، إزاي أأمن أن أنا أخش القانون جمعيات بعد 19 شهر الوزراء يعني لا يتعاونوا معنا ولا يقدموا اي شيء لتيسير العمل. فخلينا نقول القانون اللي موجود حاليا. انا اظن طيب في مشكله في الصوت، لكن النقطه اللي اثرها الاستاذ محمد زارع النقطه الحقيقه كلامه كله يحمل قدر عالي جدا من الايجابيه. لو حضرتك بتقولي للدوله المصريه او للحكومه المصريه الان بعد وجود هذه التوصيات، قولوا كلام تاني، هيبقى ايه الكلام التاني؟ الكلام الثاني ان لازم يبقى فيه ايمان بان الدراع اليمين للدولة هي الجمعيات الاهلية. تمام. ايضا لازم تعمل لهم الصندوق بتاعهم يكبر كده ويبقى مليته نمرة 3، لما يجي طالما هو موفق اوضاعه طبقا للقانون وجمعية مظبوطة ومسجلة مظبوط في وزارة التضامن، يبقى من حقه ان ياخد الفلوس ده او التمويل ده، ومن حق وزارة التضامن انها تراقب تشوف محمد زارع خد الفلوس وراح بيها يحسن حالة السجناء ولا بيشتري انابل. ده هو بيقول المشروع بقى له 19 شهر محدش رد على حد. يعني اقصد اقول ايه، المعادله واضحه جدا. هو ياخد الفلوس، من حقه ياخد الفلوس بدون تعطيل، ومن حق الوزاره انها تراقب ان الفلوس دي راحت في المكان. دي صحيح.
طرفي المعادله واضحه بكل. معالي السفيره ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمراه، شكرا لتشريف حضرتك معايا النهارده في كلام تاني. ويعني قلنا شويه كلام عدل، كان في كلام مش عدل بس يعني كان في كان كام جمله مش بطلين من ناحيتي. اهلا اهلا يا فندم. بعد الفاصل هستمر مع حضراتكم. موضوعنا الرئيسي النهارده ايضا في كلام تاني هو صناعه السينما في مصر. الدوله المصريه تنظم مهرجان القاهره السينمائي الدولي، ونرجع تاني نتكلم عن قوه مصر الناعمه الفن والثقافه بعد الفاصل.